حلقة جديدة من بعد الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. تتميز العلاقات اليمنية السعودية بعمق تاريخي، حيث يرتبط البلدان والشعبان اليمني والسعودي بعلاقات أخوية فريدة تجمعهما روابط اجتماعية وهدف واحد ومصير مشترك. هذا ما يتجلى من خلال المواقف التاريخية والإنسانية للمملكة، لا سيما الموقف الداعم والمساند لليمن في مواجهة تمرد الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية خلال عاصفة الحزم وقيادتها لدول التحالف العربي الداعم للشرعية في بلادنا، وما تقدمه من جهود إنسانية لإغاثة اليمنيين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جانب دعم التنمية وإعادة الإعمار في المحافظات من خلال البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن. العلاقات اليمنية السعودية هدف واحد ومصير مشترك، هو موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من بعد الحدث. مشاهدينا الكرام، وسينضم إلي عبر سكايب الأستاذ هزاع البيل الصحفي والمحلل السياسي، وأيضا الأستاذ وليد شفق عضو مشاورات الرياض. أهلا وسهلا بكم ضيفاي الكريمان. أبدأ معك الأستاذ هزاع، نتحدث عن العلاقات اليمنية السعودية، ليس في الوقت الراهن فقط بل كتأصيل تاريخي لهذه العلاقات. إذا ما تحدثنا عن هذه العلاقات، عن أهم المحطات في العلاقات اليمنية السعودية. مساء الخير أخي الكريم، عليك وعلى مشاهديك الكرام. أولا، العلاقات اليمنية السعودية هي علاقات تاريخية، نحن بلدين متجاورين، لدينا امتداد حدودي كبير بين البلدين، كذلك تربطنا بالمملكة العربية السعودية روابط التي هي روابط الدين واللغة والنسب، لدينا امتداد حدودي طويل، لدينا قبائل يمنية وسعودية متداخلة، هناك على طول الحدود السعودية الجنوبية هناك امتداد لقبائل ما بين صعدة والحجة، وكذلك قبائل من المارب، ارتباط نسب وارتباط قبلي وارتباط عشائري بين هذه القبائل لا زال قائم حتى اليوم، وكذلك التبادل في الوجهات النظر، وكذلك بالقضايا القبلية التي يتم حلها عبر مشايخ من الطرفين، وهناك قبائل لا زالت نصفها في السعودية ونصفها في اليمن. علاقات اليمن السعودية علاقات أكثر من أي دولة، يعني من أي، عندما تقيسها في الدول المجاورة الأخرى، عندما تقيس حتى علاقات الدول العربية بينها البين، العلاقة اليمنية السعودية امتداد تاريخي عظيم في المنافع والمصالح، قد تكون في فترة من الفترات واجهتها قليل من يعني سوء الفهم كما أسميها أنا، لكنها تعود سريعا وتتلاحم سريعا. اليمني يقدر ويعز ويكن الكثير للمملكة العربية السعودية، كذلك الأخوة في المملكة لديهم اهتمام أكبر باليمن، ويرون فيها امتدادهم وعمقهم التاريخي والأمني والتجاري والاقتصادي. ولدينا في المملكة أكثر من 4 مليون مغترب، الآن نحن في 8 سنوات حرب، لا يوجد بلد عربي فاتح لليمنيين بفيز العمل ويستقطب العمل اليمني إلا المملكة العربية السعودية، وهذا شيء نشكرها، إلى جانب وقوفهم معنا في محلتنا اليوم التي نعيشها، إلى جانب إنشاء التحالف العربي في المملكة العربية السعودية. كذلك هذه الأشياء من أواصر التاريخ جعلتنا أن نكد لهذا البلد كل الاحترام وكل التقدير. لدينا اليوم السعودية دفعت بأبنائها للدفاع عن اليمن، عن المشروع الفارسي الذي أتى إليها على أيدي ثلة من أبنائها حاملين لمشروع فارسي. اليوم المملكة تقف معنا اقتصاديا وعسكريا وبكل الأوجه، ولا يوجد لديها بخل، أي بخل عن اليمنيين، نقدر شاكرين لهم هذا الاهتمام وهذا التدخل، جزيل الشكر. نعم، أذهب إليك أستاذ وليد الشفق، نتحدث اليوم عن العلاقات اليمنية السعودية، ما الذي يمكن أن يقال في هذا الموضوع بالذات في ظل الوضع الذي يكابده بلدنا من انقلاب ميليشياوي، نحن في العام 8 من هذا الانقلاب وسط وقفة حقيقية وجادة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية. حياك الله أخي أكرم، ومسي عليك ومسي أيضا على ضيفك الكريم الزميل هزاع، وأيضا على المشاهدين الكرام، على كل طاقم قناة عدن. طبعا أخي الحبيب، نحن إذا
تكلمنا عن دور المملكة العربية السعودية وأيضا أيضا تعاملها أيضا مع اليمن منذ الأزل وليس من اليوم وليس حديثا، اليمن والمملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز الذي أقام علاقات مع اليمن الذي كان يولي اليمن اهتماما كثيرا سواء في تولي الأنظمة السابقة أو ما زلنا إلى اليوم وما زالت المملكة العربية السعودية واقفة في صف اليمنيين، ما زالت المملكة السعودية تدفع بكل ما أوتيت من قوة من أجل إحلال السلام وأيضا إحلال الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق. لذلك نحن نقول لكل من يروجون ولكل من يريدون أن يشعلون فتيل أو يشعلون فتيل الفتنة داخل اليمنيين وبين اليمنيين والسعودية، نقول بأن لديهم مشاريع ضيقة ولا يمكن أن يعمل بها ولا يمكن أن تتصدر مشاريعهم هذه الضيقة الذين يريدون أن يحولوا هذا الملف التاريخي بين اليمن وبين السعودية إلى ملف هستيري كما يتم دعمهم من قبل أطراف أخرى للأسف الشديد. لكن ما زالت أواصر العلاقة بين اليمن وبين السعودية، لدينا معهم لدينا بيننا وبينهم علاقات بالنسب وبالعادات والتقاليد، لدينا أيضا هنالك أيضا قواسم مشتركة ما بين اليمن والسعودية، وهنالك أيضا مؤامرة كبيرة على اليمن وعلى السعودية. لذلك أنا أقول لا يمكن أن تتصدر هذه الخزعبلات وهؤلاء الذين يريدون أن يظهرون في الواجهة وأن أيضا يحاولون من خلال سواء مواقع التواصل أو من خلال الداعمين لهم، وأنا أقول بأن الداعمين لهم على رأسها هي إيران التي تدعم للأسف الشديد أطراف ما زالوا إلى اليوم كانوا يعملون مع الشرعية وكانوا يؤيدون الشرعية، لكن ما زالوا إلى اليوم يتلقون الدعم الخارجي من إيران ومن بعض الدول الأخرى، حتى أنهم يغيرون المسار، حتى أنهم يحاولون أن يغيروا المسار الذي انتهجته اليمن والسعودية. نحن لو قارنا ما بين دعم المملكة السعودية سواء عبر مركز الملك سلمان للإغاثة وأيضا البرنامج السعودي لإعمار اليمن الذين يقدمون مشاريع كبيرة وعظيمة، الذين أغاثوا أبناء اليمن، سفارة المملكة السعودية مفتوحة لأبناء اليمن كما ذكر أخي هزاع، هنالك أكثر من 4 مليون مغترب داخل المملكة السعودية، السفارة أبواب السفارة ما زالت مفتوحة، المملكة السعودية استقبلت أبناء اليمن الذين كانوا بدون إقامات وكانوا بدون هوية ومع ذلك فتحت لهم الأبواب ويسرت لهم الأمور حتى أنهم استخرجوا جوازات داخل المملكة وأنشأت لهم هوية زائر وبعد ذلك هوية مقيم. يعني هذه كلها خدمات تصب من أجل من؟ هل للمملكة السعودية أي مصالح داخل اليمن غير أنها لدينا جوانب محترمة، لدينا بينهم بيننا وبينهم قواسم مشتركة كأشقاء نحن وإياهم، لا يمكن أن يؤثر علينا أحد بيننا وبينهم أشياء كثيرة جدا. لذلك نحن نقول لأولئك المرتهنين لأولئك المرتزقة الذين يريدون أن يشعلوا هذه الفتنة، لا مجال لكم وليس لكم أي صحة من كل هذه الترويجات. نحن سنظل مع المملكة السعودية قلبا وقالبا لأنها المملكة هي الدولة الوحيدة الذي وقفت مع أبناء اليمن في أحنك الظروف، ومع ذلك وقفت أيضا ضد المد الفارسي الذي كان يريد أن يدخل اليمن في فتنة كبيرة. نحن نقول لهم بأن مشروعكم سوف ينتهي وأن المملكة السعودية واليمن سيكونون قلبان في ظل جسد واحد، ولا يمكن لأحد أن يحاول أن يشعل أي فتنة مهما كانت الثمن ومهما كانت القواسم التي يروج لها. نحن وإياهم قلبان في جسد واحد وسنظل متماسكين بهذه الشرعية وأيضا بدعم قوات التحالف وتتمكن السعودية، وسنعمل بكل ما أوتنا من قوة من أجل دحر هذه الميليشيات ودحر كل أولئك المرتزقة الذين يريدون أن يشوهوا بين هذه البلدين الصديقين. نعم، تفضل بالبقاء معي أستاذ وليد. أعود لك أستاذ هزاع في نفس الجزئية التي تحدث عنها الأستاذ وليد، ونحن نتحدث عن العلاقات اليمنية السعودية. نلاحظ مؤخرا أنه هناك حملة من بعض الأصوات النشاز إن صح التعبير اتجاه مثلا موقف المملكة، المساند للشرعية الدستورية، المساند لليمن أرضا وإنسانا. لماذا هذه الحملة؟ أخي الكريم، شوف، هناك الآن في الوطن العربي أو تحديدا في الجزيرة العربية هناك مشروعان، المشروع الأول هو مشروع عربي، والمشروع الآخر الذي قادم من الشرق وهو المشروع الإيراني قد يحمله عدد من أبناء من يدعون أنهم عرب لكنهم ليسوا عرب،
لانهم اتين بمشروع خارجي ضد العروبه وضد الكل العربي. المملكه العربيه السعوديه اليوم هي قائد اللواء، هو قائد اللواء العربي، وهي من تدافع عن القضايا العربيه في جميع الدول التي اتتها الغزوات او التدخلات الايرانيه، سواء في اربع عواصم عربيه محيطه الان في الخليج جميع هذه الدول. المملكه اليوم تصدرت لهذا المد الفارسي باسم قومي عربي كدفاعا على العراق ولبنان وسوريا، واليوم اليمن الجاره الاولى والاقرب اليها، وهي التي تعتبر العمق الاستراتيجي لليمن. لذلك لا 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 يعني لا استغراب ان تجد هناك من يهاجم المملكه وان يرفع اصواته وان يتهمهم وان يفعل، لانه في كل مشاريع وفي كل قياده لابد ان يقوم الاعداء، والاعداء يشنون الحروب الاعلاميه البغيضه، قد يمسكوا لك باي اشياء تافهه ليجعلوا منها بعبع كبير. نعرف نحن اليمنيين بالذات نعرف من هي المملكه العربيه السعوديه، نعرف ما هي إنجازاتها وما هي مشاريعها وماذا قدمت لدينا نحن اليمنيين. لدينا ثلة من اليمنيين أو قليل من اليمنيين من هم ساكنين وراء المشروع الفارسي، وهم الحوثيين ومن يتبعهم وزنابيلهم يرون جعلوا المملكة العربية السعودية من أول أيام وجودهم حتى اليوم ودخولهم صنعاء والانقلاب جعلوا منها عدو، وكيف لك أن تجعل من أخيك الأقرب وجارك الأقرب عدو عندما تأتي يوما لتنشئ البيت وطرحت أول لبنة تضعها، تضع لك عدو جارك وأنت تعادي وهو أخوك العربي، وتصالح أخك وتصالح مشروع قادم من أماكن بعيدة ليس بهويتك ولا ينتمي إليك. فهؤلاء ناس يعني ليسوا عقلاء، لا يجدون عدو. من يعادي المملكة العربية اليوم هم جزء، هو من يقف ضد المشروع العربي، كما لدينا نحن في اليمنيين من يقف ضد المملكة هو بالأساس حوثي وإن كان مغلف بأي غلاف آخر. لذلك نحن نبادل الوفاء بالوفاء للمملكة، لن يكون لليمن إن شاء الله في القريب أو في البعيد إن شاء الله لن يكون أي مشروع هناك يستهدف المملكة، بل ستمتد أواصرنا. اليمن بعد 2015 للدول الخليج ليست كما قبلها، صار هناك امتداد عربي ودماء ارتوت اروت تراب اليمن، صار هناك مشاركه فاعله للدول الخليجيه في اليمن وعلى مقدمتهم العربيه السعوديه. اليوم الاقتصاد قائم بشكل عام على الدعم الخليجي ومقدمتها كذلك المملكه العربيه السعوديه. المشاريع التي كانت بنيت وتبنى ويمكن في الاحقاب السنوات التي مضت كان هناك سوء فهم او سوء مشاريع سياسيه أو مقاضات أغراض كما نقولها بالعامية، لكن أعتقد أن اليمنيين اليوم معوا وعرفوا أين يتجهون وأين هو الملجأ والمرسى لهم في أي قضية قد تأتيهم في المستقبل، أو أن هناك من سيكون عدو مشترك لنا ولهم. نحن نعرف اليوم أن إيران هي عدو مشترك للمملكة وعدو مشترك لليمن، لكنها تريد أن تطال المملكة بذراع يمني، وهذا لن يحدث. لا تظن ان اليمنيون يعني من يروجون ان اليمنيين يكرهون المملكه ويستهدفون المملكه كاذب، وهي اصوات نشاز نراها على مواقع التواصل الاجتماعي تتلفظ بالفاظ غبيه. اليمنيين لا يكرهون المملكه العربيه السعوديه، لدينا اكبر جاليه مغتربه في اليمن، اكبر جاليه خارج من ابناء اليمن موجوده في المملكه العربيه السعوديه، هؤلاء يرسلون بالاموال وفاتحين بيوت وشقالين في المملكه العربيه السعوديه، واقتصاد اليمن الان مبني اكثر على العمل التحويلات المغتربين، لذلك لا تجد بيت يعني لديه الا ولديه قريب او ابن في المملكه العربيه السعوديه يرسل لهم بالاموال من ما يجنيه وما يعني يقدمه في المملكه من عرق جبينه. لذلك الجميع ممنون لهذا البلد سواء القياده ام الشعوب، ونحن سنستمر في هذا ان شاء الله. هزاع البيل الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أعود لك أستاذ وليد الشفق، استمعت لما تحدث به الأستاذ هزاع من أن هناك بعض الحملات ربما من أطراف ربما تكون مدعومة إيرانيا أو موالية لأطراف إيرانية أو موالية للانقلاب الحوثي والعصابة المسلحة التي تسيطر على اليمن أرضا وإنسانا. يأتي السؤال هنا، كيف بالإمكان أن نواجه هذا التشويه الإعلامي إن صح التعبير أو الحملات التي تقوم بها هذه الأطراف؟ طبعا لا شك أخي أكرم بأن هنالك حملات كبيرة جدا تستهدف قيادة المملكة السعودية، وذلك لوقوفها الصادق ليس مع اليمن فقط، المملكة السعودية وقف فات مع عدة دول كبيرة جدا سواء في إغاثة سواء في إصلاح ذات البين،
لا ننسى أيضا المبادرة الخليجية في عام 2014، وكانت المملكة السعودية هي المتصدرة أيضا. كانت هناك مبادرات كبيرة صحيح. جدا من قبل المملكة السعودية لليمن أو في عام 2012 نعم لليمن أو في غير اليمن. لذلك أنا أقول بأنه لا غرابة على استهداف هذا البلد العطاء، بلد الإنسان، البلد الخير وبلد الإنسانية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأيضا ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأيضا كل الأمراء وكل أيضا قيادة المملكة السعودية. لذلك أنا أقول لك بأن هؤلاء الذين يستهدفون المملكة هؤلاء مجرد أصوات نشاز، هؤلاء مجرد عبيد، هؤلاء يعملون بالدراهم وبالدولار، هؤلاء هم ممسحة إيران سواء من حوثيين أو من الذين للأسف يتلقون التشويه في المملكة السعودية. لذلك نحن نقولهم بأن اليمن والمملكة سيظلان كما هما، وستظل المملكة داعمة لليمن مهما كانت أواصر الخلافات التي تريد أن تتجه هذه الميليشيات، إلا أن المملكة اليمن سيظلون باتفاق واحد. هنالك أعمال كبيرة جدا تقوم بها المملكة السعودية مع أبناء اليمن، ليست في المناطق المحررة فقط، لكن هنالك أيضا مشاريع كبيرة جدا قدمتها المملكة لكل المحافظات حتى التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين، سواء من عبر السلة الغذائية، عن مبادرات. هنالك أخي أكرم بعض الحالات الإنسانية لمواطنين يمنيين داخل المحافظات كانوا بحسب السعودية استجابة للإنسان، استخدمت هؤلاء الأطفال واستخدمت هؤلاء المرضى من داخل هذه المحافظات وأحضرتهم إلى المملكة السعودية وأقامت لهم عمليات كبيرة جدا. وأنا من هنا أشكر المملكة السعودية، قبل 3 أيام أخي أكرم قامت المملكة السعودية باستخدام طفلة من محافظة من مديرية جبلة، وأقامت له أكثر من 3 عمليات في مستشفى الحارس في داخل الرياض، حتى أنه لله الحمد والمنة تعافى بعملية استمرت 7 سنوات. أنا أقول بهذا ليس من عوائد السعودية إلا أن تبادر بالخير، لكن نقول لكل أولئك الذين يستهدفون لك، لكل أولئك الذين يستهدفون اليمن المملكة بأن مشروعهم فاشل 100%، وأننا سنظل ندافع عن المملكة السعودية. وانطلقت هنالك حملات كبيرة جدا بأني أنا يمني، وأنا أقولها هنا وأفتخر بأني أنا يمني، أحب وأدعم المملكة السعودية لأنها قدمت لنا ما لم تقدمه العالم. المملكة السعودية قدمت الخير وإيران قدمت الشر. المملكة السعودية قدمت الإعادة الإغاثة والمشاريع وكل شيء، وإيران قدمت الألغام والصواريخ من أجل قتل أبناء اليمن. هنالك مشاريع كبيرة جدا لنزع الألغام سواء عبر المملكة السعودية التي تبنتها، وهنالك مشاريع كبيرة جدا في بناء الخدمات سواء طبية سواء جامعات طرق بئر زراعة أسماك. يعني هنالك مشاريع كبيرة جدا، لا نستطيع أن نوافي المملكة السعودية إلا أن نقول لهم شكرا لكم، وبإذن الله عز وجل سوف يأتي اليوم الذي نرد لكم الصاع صاعين، وسوف نشكركم، وسوف ندرس أبناءنا وأجيالنا ونعلمهم بمشاريعكم التي أنتم واقفون معنا كيمنيين، وقفتم معنا في أحنك الظروف، فنحن في حالة يعني قد يتشتت فيها العالم، لكن المملكة السعودية وقفت معنا وأيضا قدمت تأشيرات يعني بالآلاف من أجل أن يطلع من هنا، نعم، من أجل أن يعيلوا أسرهم داخل اليمن. فلذلك نحن نقول شكرا مملكة الخير، شكرا مملكة الإنسانية، ونقول لأولئك الأصوات النشاز والله العظيم مهما عملتم ومهما دعمكم أولئك المرتزقة، إلا أننا سنظل والمملكة السعودية قلبان في جسم واحد، ولن يغيرنا أي شيء مما تروجون له. نعم أستاذ وليد شفق عضو مشاورات الرياض، شكرا جزيلا لك. أذهب مشاهدينا الكرام للأستاذ يحيى محمد الشبرقي المستشار الإعلامي السعودي، أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى. تحية السادة المشاهدين في هذا اللقاء المتجدد، نعم، معكم ونحن معكم في خندق واحد كما يقال. نعم، نتحدث اليوم عن العلاقات اليمنية السعودية. إذا قمنا بتأصيل تاريخي عن هذه العلاقات، أهم المحطات في مسار العلاقات اليمنية السعودية. والله أنا كمثلا قارئ للتاريخ أشوف أن العلاقات السعودية
اليمنية ليست وليدة اللحظة فقط، بل إنها تمتد إلى أكثر من 300 سنة منذ الدولة السعودية الأولى، ثم الدولة السعودية الثانية، فالدولة السعودية الحديثة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها من الخيرات والأرزاق والمعادن الشيء الكثير فلم تبخل، لأن الإنسان السعودي وولي الأمر السعودي والحاكم السعودي ليس يرى في اليمن إنها فرنسا ولا إنها ساحل العاج ولا إنها هي، النظرة لليمن أنها العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية ولكل دول الخليج، ولكن بشكل كبير لا، المملكة العربية السعودية حتى المنافذ. هل تعلم يا أخي الكريم إن المنافذ البرية التي تربط بين المملكة والسعودية هي الأكثر في داخل دول الجزيرة العربية وفي الدول العربية؟ المملكة واليمن تقصد؟ المملكة واليمن تربطها، أنا آسف إن كنت شطح، المملكة واليمن المنافذ البرية هي أكثر منافذ على مستوى دول الجزيرة العربية وعلى مستوى حتى الوطن العربي والدول العربية، يربطها باليمن ثلاثة منافذ برية خلاف المنافذ البحرية والمنافذ الجوية. فاليمن بشماله وجنوبه ليس إلا امتداد للمملكة العربية السعودية التي ترى في أن اليمن امتداد لتاريخها وأصالتها وعمقها الحضاري، وكانت المملكة سباقة في دعم أي تنمية في اليمن، وكان أعتقد الرئيس علي عبد الله صالح في فترة من الفترات ارتعى أن يركز على الجانب السياحي لليمن، فوجد كل التأييد وكل الدعم من المملكة العربية السعودية بحكم أن اليمن مؤهل لأن يكون دولة سياحية من الطراز النادر أو الأول، لأنها تجمع الآثار والتاريخ القديم 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 جدا والطبيعة الخلابة والإنسان يعني ذو العقلية الجيدة. اليمن كان يحتاج إلى التعليم، فوجد المملكة العربية السعودية إلى جانبه تؤسس المدارس وتبنيها وترسل المعلمين بالمجان من أبنائها، وتستخدم أيضا لأن بناء التعليم هو محطة مهمة جدا جدا. المملكة العربية السعودية قد مرت بالتجربة التي مرت فيها اليمن، لأن الملك عبد العزيز حينما انتهى من توحيد شتات بلاده وجد أن الأمية تصل نسبتها إلى أكثر من 96% بسبب الحكم العثماني الجاهل الظالم الذي جثم على صدر الأمة العربية ل600 سنة، فاستبدل العلم بالجهل والطب العربي بالكهانة والسحر والشعوذة، والسلفية الحقة أو القرآن والسنة الحقيقية بالتصوف والصوفية. فورع الملك عبد العزيز أعلن الحرب على الأمية وعدة عقود، هو ثم سعود ثم الملك فيصل وهكذا، إلى أن المملكة العربية السعودية على وشك أنها تحتفل ب0% محو أمية من بلادها. فهذا تنظر بنفس المنظار للبناء العلمي ومحو الأمية في كثير من أقطار اليمن، لأن المملكة العربية السعودية واضحة في سياستها. إذا كان اليمن يمن متعلم، يمن متحضر، يمن في تنمية وفي مشاريع، فهو امتداد لنا وسوف نستفيد. ولكن يمن فيه قلاقل، فيه فقر، فيه تخلف، هذا أيضا امتداد لنا وسوف يكون له سلبيات، الجار يؤثر على جاره. ولذلك نرى المملكة العربية السعودية في السلم وفي الحرب شغالة تبني، تعمل تنمية، تعمل شيء، تعمل حراك. يعني الملك سلمان يسير في دعم الحكومة اليمنية وخادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وهذا الشاب المدهش محمد العزم، أنا أسميه الأمير محمد بن سلمان، بطريقة متزنة متوازية، دعما للشرعية في الميدان العسكري، دعما لفرض الأمن في اليمن، في الوضع معها شغالين لبناء مدارس،
عمل مستوصفات متنقلة، مصحات، ضخ أدوية، بناء طرق، بناء مطارات، يعني التنمية شغالة على قدم وساق. في حين أن الطرف الآخر الخمينية والعياذ بالله اللهم لا شماتة بدأت النار تشتعر الآن في مدنهم، لم ترسل لليمن إلا قنابل ومتفجرات والفقر، وكما يعني يقول أحد المؤرخين القدامى اليونانيين كان يقول أينما تحل فارس يحل معها السل والطاعون والقمل والأمراض وانهدام الأمن. والآن ها هي بلاد فارس تشتعل الآن، وبدأ الإنسان الإيراني يقول كلمته. أنا أتمنى أن أرى يعني صنعاء ثارت كما تدور طهران. أتمنى باقي معي الصوت؟ نعم نعم لازم نسمعك. أتمنى أن أرى صنعاء ثارت ونزلت بمسيرة مليونية في شارع السبعين، تأتي يعني مواطنيها من صعدة ومن عمران ومن صنعاء ومن دمار ومن كل الأقطار الشمالية بالمقام الأول، قبائل طوق صنعاء يعول عليهم أن ينزلون إلى ميدان السبعين في مسيرة أو وقفة مليونية تشابه وقفتهم ضد الرئيس علي عبد الله صالح. في هذه الجزئية تحديدا، في هذه الجزئية أستاذ يحيى، ونحن في عامنا الثامن من هذا الانقلاب الذي قامت به هذه العصابة السلالية المسلحة وسط دعم وإسناد من قبل المملكة العربية السعودية للشرعية لاستعادة الدولة والقضاء على هذا الانقلاب. قد يسأل السائل عن السيناريو المتخيل فيما لم يكن هناك مثلا عاصفة حزم، مثلا لكان تم اجتياح اليمن بالكامل، ولكان اليمن أفرق من سكانه بالكامل سوف يخرجون ويطردون من بلدهم مثل ما طرد السوريون من مدنهم واستبدلوا بأفغان شيعة وأفغان فرس وهكذا، يعني استبدلوا بشيعة من فارس واستبدلوا بشيعة من أفغانستان. فلو إن تم الاجتياح ولم تقف المملكة العربية السعودية لكان أبناء اليمن بكاملهم، لن تجد أي يمني في أي مدينة، سوف يهجرون بالكامل ويحل محلهم لتغيير الديمغرافية السكانية لجلب شيعة من أفغانستان وباكستان وبلاد فارس وإحلالهم في السعيدة في الأرض السعيدة، كما هو الوضع في سوريا تماما، يعني مثل ما هو في سوريا تماما. سوف يستبدلون السكان بسكان آخرين، ونجد أن جيراننا أفغان ومع أفغان شيعة كلهم يلطمون ليلة نهار. نعم. وسيقدمونهم على أن هؤلاء الشعب اليمني وأن هؤلاء شعب التاريخ وشعب اليمن السعيد، وطبعا فارس من زمان تحلم بأن تسيطر على السعيدة أو البلاد السعيدة، وهذا في أبجدياتهم. ومن قرى الشهنامة الفارسية التي تعتبر أكبر مرجع تاريخي اجتماعي حضاري لكل الفرس يجد أن هذه الأمنيات موجودة في نعم. الشهنامة. نعم. يحيى محمد شبرقي المستشار الإعلامي السعودي، شكرا جزيلا لك. أذهب مشاهدينا الكرام إلى ضيفي عبر سكايب الأستاذ عشق بن محمد بن سعدان، الكاتب والمحلل السياسي السعودي. أهلا وسهلا بك أستاذ عشق. أهلا وسهلا بكم. نتحدث اليوم عن العلاقات اليمنية السعودية، عن تأصيل تاريخي لهذه العلاقات اليمنية السعودية، عن وصولا إلى عصرنا الحالي 8 سنوات من هذه الحرب التي قامت بها عصابة مسلحة سلالية وسط دعم وإسناد من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية. تقييمك لكل هذه المحطات من العلاقات اليمنية السعودية؟ العلاقات اليمنية السعودية يعني علاقات متجذرة وواغلة في التاريخ منذ تأسيس المملكة العربية السعودية. يعني هذه يعني الاستراتيجيات في بين البلدين أسست رسوخ مبدأ سياسي ثابت، كون البلدين يعني على طول الخط السياسي يتعرضان دائما لذات المؤامرة وذات المشكلات، مما جعلهم يعني يجدون أنفسهم ومن ضرورة مشتركة للمواجهة الموحدة لتلك الأخطار القادمة من الأقليم أو خارج الأقليم. فالمملكة العربية السعودية
الجمهورية اليمنية علاقات قوية جدا، يعني رسمها التاريخ ورسمها التاريخ ووثقها التاريخ ورسمتها الجغرافيا. يعني فعندما نتكلم عن الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية فنحن نتكلم عن الجوار والدين والعروبة وما هو أكثر من ذلك وما هو أقل من ذلك، كون أن البلدين يعني شعبهم واحد وقبائلهم واحدة ويتفرع من الشعبين، يعني القبيلة الواحدة يتفرع منها فرعين، فرع يمني وفرع سعودي وغير ذلك من الأمور والمهمات والأجندات التي بين البلدين وسياسات البلدين. ضرورة وعي المواطن السعودي ووعي المواطن اليمني بالذات، يعني وعي يعني منطلق رسم السياسات من استراتيجيات قادة البلدين دائما، يعني التكاتف يجب أن يبقى دائما بين البلدين، الدعم يجب أن يبقى دائما بين البلدين. لماذا؟ ليبقى يمننا العربي جارا آمنا لجوارها العربي، تحديدا لمملكة الإنسانية المملكة العربية السعودية التي يعني تستهدف السلم في اليمن وتنبذ ما هو غير ذلك من ويلات الحروب وإزهاق الدماء التي تحاول الحكومة الملالي زرعها في اليمن، وتحاول زرع العداء بين هذين الشعبين في المناهج الجديدة التي في صنعاء وفي التحريض الإعلامي وتحريض بعض العوام والسذج من المواطنين الذين يصدقون ما يقال في الإعلام على أن المملكة العربية تستهدف اليمن وأن المملكة العربية لها يعني لها مصالح خلف اليمن، وهذا الهراء والخزعبلات التي بإذن الله ولن تنطوي على الشعب. نعم. اليمني الكريم، تفضل بالبقاء. نعم. معي أستاذ عشق، أذهب إلى الملحق الإعلامي في سفارة بلادنا في المملكة العربية السعودية الأستاذ عارف أبو حاتم. أهلا وسهلا بك أستاذ عارف. يبدو في إشكالية في الاتصال، سيعود الزملاء الاتصال بالأستاذ عارف. أعود لك أستاذ عشق، كنت تتحدث عن أن هناك بطريقة أو بأخرى هناك بعض الحملات نلاحظها مؤخرا تجاه موقف المملكة الداعم والمساند لليمن طوال محطات تاريخية كبيرة، لكن نلاحظ مؤخرا خلال الفترة الأخيرة ازدادت هذه الحملات. لماذا أصلا تقوم هذه الحملات في ظل الوضع الحالي؟ الحملات مدعومة من جهات خارجية، وقد يكون هناك من ضعفاء النفوس من تغريهم الأموال ويعني وينساقون خلف هذه الأمور ويكونوا مغردين أو أبواق لهذه الحملات. فدائما عندما تستهدف الإنسان في أخلاقه يعني فبعد ذلك تستهدف ما بدا لك بعد أن تهدم الأخلاق، ف هذه الأبواق الإعلامية والمغرضة على البلدين والتي تستهدف البلدين وزعزعتها في الوقت الحالي هو لصد هذا هو يعني لصد تجاوب التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مع الجارة الشقيقة الجمهورية اليمنية في هذا التمدد والمد الإيراني الفارسي الذي زرع في أرض اليمن يحاول تغيير الهوية اليمنية، يحاول سلخ المواطن والهوية والموروث الشعبي اليمني من محيطه ومن هويته العروبية الإسلامية الأصيلة، ويحاول تغيير معتقده وتغيير موروثه الشعبي والتغيير حتى الديموغرافي، يريدون الوصول لهذا الأمر. لكن بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أنقذ اليمن، وإلا ستكون العواقب وخيمة جدا يعني في الهوية وفي الدين وفي الموروث وفي جميع ما يخص المواطن والإنسان اليمني. في الجزئية الأخيرة التي تحدثت بها عن وقوف المملكة في عاصفة الحزم، إذا ما تحدثنا عن هذه الثمان السنوات وقمنا بقراءة إجمالية عن ما حدث خلال هذه الثمان سنوات وإلى أين وصلنا تحديدا؟ طبعا هناك يعني يجب أن نكون مصدق الثمان سنوات. نعم، أنها كانت يعني سنوات صعبة وهناك أزمة كبرى يعني تسبب فيها الميليشيا الإرهابية الحوثية، تسببت في هذه الأزمة الكبرى، الأزمة الإنسانية في اليمن من مجاعة ومن زراعة ألغام ومن تضييق على المواطنين ومن حصار المدن الكبرى وغيرها من الأمور التي يعني تسببت في أزمة إنسانية على يعني هي الأولى في العالم
الأزمة اليمنية، ولكن الثمان سنوات لا ننسى أن هناك أمر إيجابي، هناك يعني محافظات ومساحات شاسعة من أرض اليمن الحبيبة تحررت من براثن المد الصفوي الإيراني، وأيضا هناك يعني إذا أردنا أن نحافظ على هويتنا وعقيدتنا وديننا فيجب أن هناك دفع ثمن، والثمان سنوات ذي هي كانت دفع للثمن، ولكن السؤال ماذا لو تغيبت وماذا لو لم تتدخل العاصفة الحزم في اليمن؟ ماذا سيحدث؟ ستكون هناك كارثة على هذه الدولة وعلى هذا العمق العربي، كارثة قد لا تشفى يعني إلى 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 أبد التاريخ. وهذه الكارثة كانت ستزرع يعني ستزرع في أرض اليمن عقيدة صفوية مجوسية جديدة، كانت ستستبدل المساجد بحسينيات، كانت المناهج ستحرض على سب الصحابة وأمهات المؤمنين وستحرض على الجوار، وهذا ما نشاهده حاليا في مناطق سيطرة الميليشيات. نعم هناك يعني أمر يحصل الآن في المناهج، يحرضون الطلبة يقولون بزعمهم وبخرافاتهم وأكاذيبهم المعهودة، وهذا ما اعتدنا على نظام الملالي في يعني هناك سياسة ثابتة عند نظام الملالي، اكذب 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 حتى تصدق. الآن وضعوا في مناهجهم أن الحجاج اليمنيين قتلوا وهم ذاهبون للحج على أيدي الحكومات السعودية قبل 70 عام، هذه أكاذيب يعني مختلقة. والمضحك المبكي أنهم قالوا أنهم قتلوا جنوب تبوك ومن ثم عدلوا، ماذا يفعل الحاج اليمني؟ أنا الآن يعني يجب أن يفهم المواطن اليمني الذي يقرأ هذا الأمر، ماذا يفعل الحاج اليمني في تبوك؟ هل هو ذاهب للحج في بلاد في القدس أم في مكة؟ تبوك تبعد عن مكة 1000 كيلو ناحية الشمال، لماذا الحاج اليمني يعني يتخطى مكة ويذهب إلى تبوك؟ يعني هناك جهل. لا هو حقيقة اليمني هو يدرك كل الإدراك، يعني هذا نوع من استحمار عقول، نوع من الاستحمار للعقل بأن يتحدثوا أنها في تبوك، بينما تبعد إذا كانت تبوك تبعد 1000 كيلو عن مكة فهي تبعد 2000 وما يزيد عن 2000 عن اليمن. لكن يأتي السؤال هنا عن برأيك تقييمك يعني هذه الحملات، هل يمكن أن تؤثر بطريقة أو بأخرى على الوعي الجمعي عند اليمنيين، خصوصا واليمني يدرك كل الإدراك، ما من أسرة يمنية إلا ولديها شخص مغترب في المملكة، وبطبيعة الحال المغتربين يساهمون بشكل كبير في رفض ودعم اليمن بالمال وبالخزينة بشكل عام. المواطن اليمني هو عالي الإدراك بفضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ننسى أن هناك أجيال جديدة عندما يقف معلمهم ويعلمهم أمور قد يصدقها بعض الجهلاء وبعض المراهقين، ولكن إن شاء الله أن بوجود أمثالكم من الإعلاميين والقنوات وبوجود المناضلين اليمنيين والشرفاء من الإعلاميين ومن الكتاب ومن المواطنين العاديين حتى بوجود نصد هذه الهجمة الشرسة وهذا التغيير والتغييب العقلي الجمعي للمواطن اليمني. أي أيام إن شاء الله بوجود يعني هجمة مضادة وضد لهذا الفكر وهذا المنهج الهدام، بإذن الله أنه لن يتغلغل في عقل المواطن اليمني، ولكن لو بقي هذا الأمر ولا يجد من يردعه أو من قد مع الأيام ومع العقود أن يترسخ ويكون يعني موجود في هذه العقود، هذه المناهج وهذه الخزعبلات التي تدس في المناهج هي ليست إلا لتغييب العقل، هي ليست إلا لتخريج جيل يحمل كراهية لعرقه العربي ولجواره العربي، يعني يريدون أن هذه النزاعات والحروب لا تهدأ ولا تنفك يعني مدى التاريخ. هذا هو الغرض من المد الإيراني، هذا هو غرض النظام الملالي في أراضينا العربية، ولكن هم يريدون وهم يمكرون، ولكن الله خير الماكرين. الآن السعائر والآن الحرائق والفوضى تشب في بلدانهم مما من أفعالهم الخبيثة تجاه شعوبهم والشعوب الأخرى، وبإذن الله سنرى
ما يشفي صدور المؤمنين ونرى ما يشفي صدور العرب في هذا النظام الإجرامي الخبيث. نعم، بالعودة إلى الدعم السعودي لليمن أرضا وإنسانا، تحدثنا عن الدعم في العسكري والدعم في انطلاق عاصفة الحزم، هناك أيضا دعم وجهود إنسانية حثيثة لإغاثة اليمنيين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أيضا إلى جانب دعم التنمية وإعادة الإعمار من خلال البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن. يعني تقييمك لهذه الجهود التي تقوم بها المملكة في بلادنا؟ الجهود التي تبذلها المملكة في إغاثة الشعب اليمني وتنمية وبناء وإعمار اليمن متمثلة بمركز الملك سلمان، يعني هذا يعني ما اعتدنا وما اعتاد عليه الجوار العربي للمملكة العربية السعودية وما اعتادوا عليه طيلة العقود الماضية. وهذه الدعم وهذه الجهود هي يعني تعطي للمواطن اليمني وللمواطن السعودي وللعالم أجمع ممن ينظر إلى الأزمة والملف اليمني أن المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية أنهم جسد واحد وأن مصيرهم مشترك وأن المملكة ستبقى يعني داعمة بالرخاء وبالنماء وبالإعمار لليمن الشقيق، وأن اليمن هو جزء لا يتجزأ من جسد الجزيرة العربية، ولن تتخلى الجزيرة العربية بدولها متمثلة بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج والمحيط العربي عن أرض اليمن مهما كلف الأمر. فاليمن هو يمن العروبة وسيبقى دائما وأبدا جسدا وجزء لا يتجزأ من هذا الجسد العربي الواحد. والدعم السعودي اليمن لليمن سواء في البنية التحتية وسواء في المستشفيات أو في الكهرباء أو غيرها من الأمور التي فعلت وستفعل في المستقبل إن شاء الله، فهذا يعني مد إن شاء الله لن ينضب ولن يجف إن شاء الله تجاه اليمن الحبيب من أخوته وجواره العربي. وهذا هو ما عهدناه من مواقف من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الأستاذ عشق بن سعدان الكاتب والمحلل السياسي السعودي، شكرا جزيلا لك. شكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا لنهاية هذه الحلقة من بعد الحدث، نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله. في أمان الله.